انا كل ما كنت بكبر كل ما كنت بفهم ابويا بقى نفسه تعرف قيمته اكتر. بصراحه مع احمد السعدني واحمد رزق ببسط وانا موجود في لوكيشن من وانا صغير. اتنين كانوا بيصرفوا عليا، ابويا الله يرحمه وسر متخوف قوي لان فكره البرنامج قايمه على الصراحه. وانا صغير بحب التمثيل بس نوي ان انا اشتغل ممثل. ابوك رايه فيك اول ما بدات تمثل. بصراحه مع غدا 10 بتوقيت السعوديه على MBC 1.